قاعد السؤال. رجل توفى، ايوه رجل توفى وترك زوجة وأخت. أخت، ايوه ده ترك زوجة وأخت. أخت شقيقة ولا أخت الأم؟ لا، أخت شقيقة لها النصف. لها النصف والزوجة لها الربع. طيب، لأقرب رجل من العصابات الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مش فاهم برضه ليه. في للميت ولاد عم، له ولاد عم وله عم لسه عايش. العم هياخد الباقي. العم ياخد الباقي. ايوه. لكن طب اولاد العم، في عم متوفي وعمين عم عايش وعمين متوفيين. العم الذي الحي الذي ياخذ الباقي. الحي ياخذ الباقي. نعم، شكرا. شكرا.